بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إذن الآن مع تمارين حول الدوال اللوغاريتمية ويتعلق بطريقة حل مجموعة تاليف دالة يعني تحتوي على اللوغاريتم إن بي. إذن بالنسبة للدالة الأولى بضرب ألف واحد تكون أف معرفة إذا كان واش خاص يكون في أف؟ شنو فين عندي مشكل في أف؟ خاص يكون داكشي اللي داخل اللوغاريتم أكبر قطعا من الصفر، بعدا خصنا نعرف أن لوغ إكس كتكون معرفة خاص يكون هاد الإكس أكبر قطعا من الصفر، إلا مكانش أكبر قطعا من الصفر هادي ميمكنش نكتبها، فهي المثال. إذا كان ما داخل اللوغاريتم شنو؟ جوج إكس ناقص ثلاثة أكبر قطعة من الصفر، وحتى هنا عندي جوج إكس داخل اللوغاريتم، جوج إكس كنشوفو شنو خاصني، فين عندي المشكل؟ عندي المشكل هنا عندي لوغ خص داكشي يكون موجب، لوغ خص داكشي يكون موجب قطعا، صحيح؟ يعني كنحلل المعادلات بسهولة، يعني جوج إكس أكبر متراجعة عفوا من ثلاثة، وهنا هو ما تنساش هو مشكولة باش تعرف شنو كدير، إكس أكبر قطعة من الصفر، يعني جوج يعني إكس أكبر قطعة من ثلاثة على جوج هو إكس أكبر قطعة من الصفر. إذا كي غندير نعرف دابا مجموعة التعريف، نرسم واحد في الوثائق، نرسم واحد مستقيم عددي ونعرف مجموعة التعريف، نرسم واحد مستقيم باش ما نغلطش، ويعني الشرطين معا، الشرطين معا. إذا ها إي مثلا أو ألوغ هنا مثلا الصفر ها هي، وهنا مثلا الواحد، دونك ثلاثة على جوج غتكون هنا، متفقين؟ ألوغ إكس أكبر قطعة من ثلاثة على جوج، يعني هنا. إكس أكبر قطعة من الصفر يعني هنا. إذا الجزء الملون بلونين هو هذا. دونك إذا دي أف تساوي، لو بغينا نوضحو أكثر كتساوي المجموعة الأولى هي إكس أكبر قطعة من الصفر يعني من صفر ليس فيني تقاطع و يعني تقاطع يعني بجوج خصهم يتحققو، الشرطين معا، تقاطع هي العددين الموجودين في المجموعة ثم في المجموعة، يعني الشرطين معا من ثلاثة على جوج حتى بليس لانفيني. والتقاطع ديال هاد جوج مجموعات هي من ثلاثة على جوج حتى لبليس لانفيني، صحيح؟ دونك الأمور واضحة. إذا نمسحو هاد الشيء هذا، نمشيو عند زوج. ألوغ تكون جي معرفة إذا كان شنو عندي؟ أول ملاحظة اللوغاريتم داك اللي داخل اللوغاريتم قطع من صفر، واش باقي شي شرط؟ المقام خصو يكون يخالف صفر، المقام خصو يكون يخالف صفر، يعني لوغ زوج إكس زائد أربعة خصو يكون يخالف صفر، جوج ديال الشروط، صحيح؟ يعني هذه متراجعة بسهولة نحلوها كون ناقص أربعة، وهذه كذلك تولي بحال معادلة أو لا العكس ديال المعادلة، النفي ديال المعادلة. ألوغ هنا الصفر شكون هو اللي اللوغاريتم ميمكنش نحل لو كان كانت عندي معادلة، ميمكنش نحل شي معادلة لوغاريتمية إلا مكتبتهاش بهاد الشكل هذا، لوغ إكس تساوي لوغ إيكغيك، باش نقول أن إكس تساوي إيكغيك، متفقين؟ إكس تساوي إيكغيك، إلا ما كتبتش بحال هاكا المعادلة اللوغاريتمية اللي فيها اللوغاريتم منقدرش نحلها، ممكن خصني نرجع بهاد الشكل لوغ إكس تساوي لوغ إيكغيك، وكنستنتج أن إكس تساوي إيكغيك، علاش؟ لأن اللوغاريتم تزايدية متصلة ورتيبة قطعا، صحيح؟ ما كتكونش دالة متصلة ورتيبة قطعا، إلا كان عندك إكس يساوي إيكغيك راه تكافئ إف إكس يساوي إف إيكغيك، إلا كانت متصلة ورتيبة قطعا، وإلا كانت متصلة وتزايدية إلا كان إكس أصغر من إيكغيك غتكون أصغر، وإلا كانت تناقصية غيولي أكبر، متفقين؟ ما كنحافظش على الترتيب، دونك هاد الحوايج خص تفهمهم، ماشي تبقى تحفظ هاكا تقول وديرها خص تكون تساوي ولا خص تعرف بينما راه علاش تساوي، لأن دالة متصلة ورتيبة قطعا. ألوغ لوغ زوج إكس زائد أربعة تخالف صفر، يعني لوغ زوج إكس زائد أربعة تخالف شكون هي اللي عندها اللوغ؟ هي واحد، لوغ واحد، متفقين؟ لأن لوغ واحد كتساوي صفر، يعني إكس أكبر قطعا من ناقص أربعة على جوج و زوج إكس دابا كتبتها بداك الشكل اللي قلت لكم لوغ لوغ تخالف واحد، يعني خص يكون إكس أكبر قطعا من ناقص زوج، وهنايا إكس غادي ندي ربعة من هنا تولي ناقص ربعة باش نحلها بالزربة، تولي ناقص ربعة يعني ناقص ثلاثة على زوج تخالف ناقص ثلاثة على زوج، صحيح. إذن دي جي تساوي هنا خص تكون إكس تخالف ناقص على جوج، يعني إلا بغينا نوضحوا هذه المجموعة هي من ناقص ما لنهاية حتى ناقص 3 على جوج خارجة من ناقص 3 على جوج حتى زائد ما لنهاية. هذه هي المجموعة الأولى. هذه هي المجموعة الثانية، تقاطع. المجموعة الثانية هي إكس أكبر من ناقص جوج، يعني من ناقص جوج حتى بلس انفيني. صحيح. أو التقاطع نسمو هذا المستقل خسر والو، ممكن نصفر أن ناقص 3 على جوج هنا مثلا وهنا ناقص زوج مثلا. طيب الوغ خص يكون اولا من ناقص زوج الفوق بلس انفيني ها هو. ثانيا خص يكون من ناقص 3 على جوج دونك هنا وهنا، ولكن هذه خارجة. إذا الجزء المشترك هو هذا وهذا. صحيح. إذا دي جي خص تكون تساوي من ناقص زوج حتى ناقص 3 على جوج اتحاد، من ناقص 3 على جوج حتى بلس لافيلان. قد يدجي. صحيح. نجيو عند اش. إن تكون اش معرفة إذا كان اش هو الشرط الأول، أي حاجة داخل اللوغ خصها تكون موجبة. شنو عندي داخل اللوغ؟ إكس. دونك إكس خص يكون موجب قطعا. عندي إكس هنا وعندي إكس هنا، خص يكون موجب قطعا. هو خص يكون مقام يخالف الصغر. دونك ساهلة حتى هادي بحال الأخرى تقريبا. يعني إكس مو أكبر من صفر، ما عندي ما ندير لها، تبقى هكاك. هو واحد يخالف لوغ إكس، يعني إكس أكبر قطعا من الصفر هو واحد. لوغ شكون اللي عنده لوغ كيساوي واحد؟ هو لوغ أو. الوغ أو يخالف إكس بكل بساطة. إذا دي أش تساوي هذه المجموعة هي من ناقص ما لا نهاية حتى أو خرجها اتحاد من أو حتى زائد ما لا نهاية. المجموعة كاملة هي هذه. تقاطع هذه من صفر حتى بلس لا فيه. صحيح. عجلة الأمات باش ما نخلطش. باش نعرف أن ما دايرة بوحدها وهذه دايرة مجموعة بوحدها. دونك تساوي نديرو إما ندير مستقيم عدلي وإما ديريكت. دونك من الصفر بلس انفيني، الأو جايبين الصفر بلس انفيني، دونك غتكون من الصفر الأو اتحاد من أو بلس انفيني. صحيح. نزيد واحد المثال آخر، مثلا 4. ال إكس تساوي مثلا لوغ إكس سيدنا ناقص زوج إكس مثلا على لوغ 3 إكس زائد 1 مثلا. دونك هادي تكون ال معرفة إذا كان. غنشوفو شنو الشروط. الشرط الأول خص يكون هنا اللي داخل لوغاريتم إكس سيدنا ناقص زوج إكس موجب قطعا. الشرط الثاني اللي داخل لوغاريتم هنا 3 إكس زائد 1 موجب قطعا. الشرط الثالث خص يكون المقام يخالف الصفر، لوغ 3 إكس زائد 1 يخالف الصفر. 3 ديال الشروط. يعني الشرط الأول نعملوها هادي بإكس ولا نحسب دلتا ولا ماشي شغل، المهم نتراجع من درجة ثانية. خص تعرف كيف تحلها، إلا ما تعرفش ولا تراجعها. 3 إكس أكبر من ناقص 1، ألوغ هنا لوغ 3 إكس زائد 1 يخالف شكون اللي عندها صفر؟ هي لوغ 1. يعني هذه خصنا ندير جدول التغيرات نتاعها بسرعة في الوثاق. إكس هنا إكس في إكس ناقص زوج، كتنعدم في الزيرو والزوج بين الجذرين. نديرو في الهامش حسن ما نديرو في الوثاق، نديرو في ورقة ديالي في الهامش. ولا فين حتى بلوز فين بين الجذرين عكس إشارة أ لأن أ موجب وخارج الجذرين إشارة أ إشارة. إذا باش يكون هذا موجب خص يكون هنا وهنا. صحيح. يعني خص يكون إكس أكبر قطعا من جوج و إكس أصغر من ناقص صفر، أو عفوا أصغر قطعا من الصفر، لأن هنا اللي كيكون موجب وهنا. يعني إكس أصغر قطعا من الصفر. متفقين؟ ألوغ باش تكون هذه موجبة خص يكون باش تكون هذه موجبة قطعا خص يكون أو هنا نديرو أو لأن إكس اما هنا او هنا. صحيح مثلا الا كان اكس هنا راه كتحقق، الا كان اكس هنا دونك او ماشي هو هو، يعني بجوج بهم خص نكون دونك هنا او وهنا ضروري هو اكس اكبر من ناقص واحد على ثلاثة، و 3 اكس زائد واحد يخالف واحد، يعني 3 اكس يخالف. المهم نكملو هذه التعاود تعاود 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 لان كملنا، وهذه تولي اكس يخالف الواحد ماشي مع الواحد تبقى اكس يخالف صفر. صحيح. الوغ دي اش كتساوي المجموعة الأولى اكس يخالف صفر ديال العلامة هي من مول لانفيني حتى صفر اتحاد صارت بليس انفيني ها الأولى. تقاطع المجموعة الثانية أشنو هي؟ لأن هو خص ثلاثة يتحققو من ناقص واحد على ثلاثة حتى بليس انفيني هذه بوحدها. صحيح. تقاطع المجموعة الأخيرة من ناقص ما لا نهاية حتى صفر اتحاد، لأن أو هي اتحاد إكس من زوج بلس انفيني كون من زوج. دونك هادو هما المجموعات، إما ندير مستقيم عددي ونرسم، وإما بالعقل ديالي نعرف وشنو هي ديال أش. المهم نديرو مستقيم خاصنا والو، يعني ثلاثة د الشهور خاصهم يتحققو ثلاثة. ألوغ نديرو هنا المتأصل، دونك هنا ناقص واحد على ثلاثة مثلا هنا، ثم الزوج زوج. المهم هذا غير في الوسخ لأن باش نعرف شنو الأرقام عندي الزوج والصفر وناقص واحد على ثلاثة صافي هادشي اللي كاين. ألوغ المجموعة الأولى الصفر خرج كامل وهنا كامل، ولكن الصفر خرج. المجموعة الثانية من ناقص واحد على ثلاثة بلس انفيني. المجموعة الثالثة من ناقص ما لا نهاية لصفر عفوا نعم من صفر ناقص ما لا نهاية ثم من زوج بلس انفيني. إذا الأجزاء الملونة بثلاثة الألوان هو هذا المرسوم هذا وهذا المرسوم هذا والزوج خارج هي خارجة، يعني من ناقص واحد على ثلاثة حتى صفر اتحاد من زوج حتى بلس انفيني كما كنشوف. ألوغ إكس يخالف صفر إكس ومزيان تشوف واش هذا كينتمي لهم ثلاثة من ناقص واحد على ثلاثة حتى صفر كاين هنا كاين هنا ناقص واحد على ثلاثة حتى صفر كاين هنا كاين هنا. صحيح يعني كاين فيهم وجوج بليس انفيني واش كاين فيهم كامل جوج بليس انفيني كاين هنا كاين هنا وكاين هنا دونك هذا هو دي اش. صحيح. إذا انتهى التمرين ونلتقي إن شاء الله في تمرين آخر حول دراسة دالة تحتوي على اللوغاريتم نيبيري، وإلى اللقاء.